يقول: أنا معلم وأستلم راتب كثير ولله الحمد، فخلال السنة يرتفع وينخفض الرصيد، كيف أخرج الزكاة؟ تجعل لك شهر من السنة تخرج زكاة ما لديك، ما تم حوله وما لم يتم حوله، إلى مثله من السنة التي بعدها، تعين شهرا من السنة تخرج فيه زكاة ما تجمع لديك، هذا هو الحل. نعم.